أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارته لدولة إريتريا ولقائه الرئيسين الإريتري والصومالية يعكس أهمية تطوير وتعزيز العلاقات بين الدول الثلاث لمواجهة التحديات المشتركة والارتقاء بمستوى التعاون المشترك. جاء ذلك في كلمة للسيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده خلال زيارته للعاصمة الإريترية أسمرة. إن اجتماعنا اليوم لا يبرهن فقط على متانة وتميز العلاقات بين دولنا الثلاث الشقيقة، وإنما يعكس تنامي أهمية تطوير وتعزيز تلك العلاقات الأزلية، سواء في مواجهة تحديات مشتركة في كل من القرن الإفريقي والبحر الأحمر، أو للاستفادة من القدرات المتوفرة لدى دولنا لتعظيم فرص تحقيق التنمية والازدهار لشعوبنا. لقد اجتمعنا اليوم في ضيافة فخامة الرئيس والأخ العزيز إسياس أفورقي للتشاور والاستفادة من تبادل الرؤى إزاء سبل التصدي لمخططات وتحركات تستهدف زعزعة الاستقرار وتفكيك دول المنطقة وتقويض الجهود الدؤوبة لدولنا وشعوبنا الطواقة للسلام والاستقرار والرخاء. فدولنا الثلاث ومنطقتنا وشواطئنا على المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر تزخر بالثروات وبالفرص الواعدة للتنمية والازدهار، كما أننا نمتلك الإرادة والقدرة على اغتنام وتعظيم الاستفادة من تلك الفرص من خلال التعاون والتكامل والتنسيق الوثيق بيننا.